السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين مشاهدينا الكرام. اتكلمنا قبل ان نصوم، خلاص احنا هنصوم. عايزين نسأل فضيلة الأستاذ الدكتور اللي بنرحب بيه النهاردة، الدكتور أحمد عمر هاشم. بصراحة فاجئنا بحاجات الناس كانت غايبة عنها خالص، واحنا قاعدين ندور على أنظمة وقاعدين ندور على دساتير، واحنا أصلا المسألة الحل كله في إيدينا ان احنا نرجع لربنا عز وجل في مسألة الصيام. بس عايزين النهاردة ازاي نستقبل شهر رمضان فضيلة الدكتور. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل الشهر بالضراعة إلى الله والدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. وكان في آخر يوم من شعبان ينصح للمسلمين ويقول لهم: أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل الله أوله رحمة وسطه ومغفرة وقراءة وعتقا من النار، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، إلى آخر الوصايا التي يزود بها المسلمين وهم في أوائل هذا الشهر المبارك، ليكونوا على استعداد وليحظوا بفضل الله وفيوضاته التي تتنزل عليهم في هذا الشهر المبارك. وهم صحابة رسول الله، وهم أولو الرعية، فما بالك بنا نحن في أمس الحاجة إلى معرفة هذه الأمور وإلى التمسك بعبادة الصيام. الصيام صياما حقيقيا يصل بصاحبه إلى تقوى الله، والصيام الحقيقي البعيد عن الرفث، البعيد عن الفجر والكذب والزور والمعصية وعقوق الوالدين. نعم، اللي كلمنا عليهم كلهم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يصخب ولا يجهل، إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يعني لا يقابل السيئة بمثلها، بل إن سابه أو شتمه أحد يقول إني صائم، يذكر نفسه بما هو متلبس به من عبادة، ويذكر الآخر حتى لا يستمرئ الجهل عليه ويحسن إلى من أساء إليه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه نال له منه رجل في مجلس الرسول 3 مرات، في كل مرة كان يقضم الغيظ ولا يرد عليه، في الثالثة رد ليسكت الشر، فرأى النبي منتفضا خارجا من المجلس فلحق به وقال: يا رسول الله، أوجدت علي، يعني غضبت علي من مرة أردت أن أسكت شر الرجل بعد أن نال مني 3 مرات؟ فقال له معلما وموجها: حين كنت تكظم الغيظ كان الله قد سخر ملكا من السماء يرد عنك، وحين أردت أن تقابل السيئة بمثلها خرج الملك ونزل الشيطان، وما كنت لأجلس في مجلس فيه شيطان. فمقابلة السيئة بالحسنة والعفو والصفح من شيم الصائمين، إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. مولانا في رمضان الناس بتسهر طول الليل لغاية ما تتسحر، وتصلي الفجر أول أسبوع بس، تلاقي الناس كلها بتصلي الفجر وبعد كده يرجع الوضع زي ما كان، ويفضلوا نايمين لغاية العصر، يبقى من بعد الفجر لغاية العصر، ويقوم يقول لك: اللهم إني صائم. ايه موقف الاسلام من هؤلاء؟ يعني هو بهذا ضيع على نفسه صلاة العصر، ضيع على نفسه الصوم الحقيقي الذي يكون فيه المجاهدة للنفس والصبر على الجوع والعطش، ويريد ان يقتل اليوم بالنوم حتى لا يشعر بجوع ولا بظمأ، ومع ان المجاهدة مطلوبة، مع ان الصائم له فضل، ولكن لا نريد أن نقول إن النوم حرام، لا هو الذي ثوابه ما هيبقاش زي ثواب الصابر بالضبط كده. لا نقول أن هذا الصيام باطل، لا، لكن ثوابه لن يكون مثل يرتكب الذنب عندما يضيع صلاة الظهر مثلا ويظل نائما كما تفضلت لغاية العصر، هذا خطأ. لابد للصائم أن يكون مجاهدا لنفسه كما قلنا، حتى في مقابلة السيئة بالحسنة لا تنفلت أعصابه لأتفه الأسباب ويقول: اللهم إني صائم. يكون في المحلات أو في الأماكن العامة لو أن إنسانا مسه
تنفلت أعصابه لا تفلت. لا، الصوم يعلم الحلم ويعلم الصبر. من سمات الصيام أنه يعلم الصبر، إن صبرت على الجوع وعلى العطش فتعلم الصبر ولا تكن ثائرا لأتفه الأسباب. مولانا تقول إيه للناس اللي بتصوم وتفطر على المعسل والدخان؟ أول نفس، أولا التدخين حرام. طيب هو بيفطر عليه يا مولانا، هل ده يعني مثلا دعوته مستجابة بقى؟ أفطر على محرم ولا يصح، لأن التدخين حتى في غير الصيام محرم. للحديث الذي رواه أبو داود حديث أم سلمة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، والتدخين كل ما يضر فهو حرام، كلها محرمة، كل ما يضر فهو حرام. عليه أن يبتعد عن المحرمات، وعليه أن يصون صيامه من الكذب ومن الغيبة. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. مولانا في ناس كتير ما بتصليش التراويح وبتروح بقى شغلها، اللي هم عندهم أعمال خاصة بيخلوا الشغل كله بعد الفطار ويناموا طول النهار، تقول لهم إيه؟ أولا صلاة التراويح وإن كانت سنة لكن الرسول واظب عليها، هو بيصلاش خالص لوحدهم ولا في الجامعة، ولها فضل عظيم وأجر كريم. ومن حقك بدل ألا تصليها، لم تستطع أن تصليها في المسجد صليها في البيت. لو بيروح يشتغل لغاية السحور، لا يشترط أن تكون في المسجد، وإن كان الأفضل أن تكون في المسجد وفي جماعة، لكن لو صليتها منفردا أو في البيت يصح. لا تجعلوا الصيام تنقلب فيه الموازين والحكم فتجعلون الليل بدل النهار. أيوة. والنهار بدل الليل. هذا خطأ، هذا خطأ كبير، وبيخسروا كتير جدا يا مولانا من الحسنات. نعم، ان هم الناس بتقيم الليل في رمضان، هم بيقوموش الليل، بيقوموا في الشغل في المصلحة او على القهوة او القافية والكلام من ده، ويقول لك احنا الحمد لله كده اقمنا الليل. لا، بيجي قيام الليل فين؟ قيام الليل يكون بصلاة القيام، بصلاة التهجد، بتلاوة القرآن، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. فرض الله صيام نهاره وسن الرسول صلى الله عليه وسلم قيام ليله، والصحابة كانوا حريصين على ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما ما يهجر بيته في 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 رمضان. نعم، يقيم الليل او يعتكف في الاواخر. كان اذا اقبل عشر احيا ليلة وايقظ اهله وجد وشد المئزر فيتهجد ويتعبد. مولانا، الحسنة في رمضان تختلف عن الحسنة في غير رمضان، فهل السيئة في رمضان تختلف عن السيئة في غير رمضان؟ يعني هو شوف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. ورد أن من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن تقرب بفريضة فيما سواه، ومن تقرب بفريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. والسيئة التي يفعلها تحبط عمله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن السيئة ممكن تبطل الصيام بتاعه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يا سبحان الله. فمن هنا يجب على الصائم أن يصون صيامه وألا يحرم نفسه من الأكل والشرب ثم يفطر على ما حرم الله. مولانا، افطار الصائم، ان انا احرص على ان انا افطر الصائمين، عظيم. ما ثوابه؟ ثواب عظيم، من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، الانسان الفقير يفطره زي؟ قال يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو مزقة لبن أو شربة ماء. مولانا، طب الناس اللي في بعض المسلمين بيعملوا شنطة رمضان وبيودوها للأماكن الأكثر فقرا، هل بياخدوا ثواب زي اللي فطر بس، يعني ادى تمراية زي اللي ادى شنطة، ولا بيختلف الثواب؟ طبعا اللي بيديله شنطة بيديله فيها محتويات تكفيه لإفطار وسحور أو إفطار يومين أو مواد تموينية يكون فقيرا ومحتاجا إليها، فبلا شك
ثوابها أكثر. هل هي من الزكاة مولانا شنطة رمضان؟ نعم. هل هي من تحسب من الزكاة؟ إذا كانت من الأمور الضرورية لمتطلبات الحياة، كأن يضع له بعض مواد تموينية، أكل وشرب وأساسيات، سمنة، عسل، زيت، كل هذا لا شك ينفع. استقبلنا شهر رمضان والناس كانت بتدعي بتقول يا رب بلغنا رمضان. الحمد لله. أهو رمضان جه. يا ترى. وفي ذلك فليتنافس المنافسة. المنافسة في العبادة. نعم. مش المنافسة في التجارة. لا في العبادة. الناس هتبتدي دلوقتي بقى تجهز كحك العيد يا مولانا. يعني شوف هم عادوا يجهزوا حاجة رمضان، هيجهزوا بقى دلوقتي كحك العيد. والحاجة تغلى تاني. فاحنا عايزين نقول للناس ان في شهر رمضان فيه عتق من النيران. حبيبكم النبي علمنا نعمل ايه في رمضان. مشاهدينا الكرام، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم قال لنا كلام يكتب بماء بمداد الذهب، بس ده مش هيفهمه ولا هيقبل عليه إلا اللي طمعان ياخد ثواب الصيام. مشاهدينا الكرام، على باب الريان هنلتقي بإذن الله يوم القيامة، لكن بلا عقوق للوالدين، بلا إيذاء للجيران، بلا فسق، بلا فجور، بلا رفث، بلا ظلم. شكرا، وباسمكم جميعا أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. شكرا فضيلة الدكتور. شكرا الله لكم. أسأل ربي جل وعلا أن يتقبل منا الصيام والقيام، وإلى لقاء، تقبل الله منا ومنكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.